في هذا اللقاء الخاص مع وزير النقل السابق الأستاذ صالح الجبواني. الشرعية اليمنية لم تعد تملك قرارها السيادي، الشرعية صارت بيد المملكة السعودية. السعوديين يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة، حتى اللي يدخلون على عبد ربه منصور هادي يدخلوا بترتيب سعودي. نتألم أنه رئيس وزراء اليمن يصير موظف في مكتب سفير، يعني هذا الرجل بالتعاون مع بيوت تجارية سرق 200 مليار فوارق صرف العملة التي تاجروها في السوق الانتقالي. هناك يتصرف كدولة، وعيدروس الزبيدي في نشاطه اليومي يتصرف كرئيس دولة، وهذا تحت سمع وبصر السعوديين. هل هناك علاقة بين الفشل وبين الانتقام من المغترب اليمني؟ هم فشلوا في الحرب ولذلك ينتقمون من هذا المواطن المسكين الغلبان. يبدو أن هناك رغبة فعلا لتصفية كل من يتكلم. نعم، يرفع صوت أهل المهرة، يعني كانوا في طليعة اليمنيين الذين رفضوا هذه الأوضاع التي فرضت عليهم. عندما تكون لدينا حكومة يعني أصبحت متآمرة، هذه الحكومة تتآمر على الجمهورية اليمنية وتكرس حكم الميليشيات وتكرس هذا التجزئة والتفكيك الذي يقوم به التحالف، هي متآمرة.